18/4/2022 تسمى بقرار إغلاق لم ينفذ إلى يومنا هذا. أولادنا مرضوا، حنا مرضنا. أنا نعلمكم بأن حتى ولادنا ولاو كيخرجوا لينا من الدار. إذا كانت السلطات هذا الشيء خارج من عندها من المكاتب ديالها وهذا الشيء ما كيتنفذش، كان كيخدم يعني كيخرج الحلوى ديالو والخبز ديالو بصفة ديك المواد الكيميائية ويبيعها للناس. اللي كتب هاد الوراق هادوما واللي خرج القرارات من المكتب ديالو شحال كيجي يفهمنا علاش ما بغاوش يسدو. محمد بن مكي نائب وكيل إقامة عزيزة. المشكل اللي عندنا كنعانيو منه مدة عدة شهور. كما كترون حنا راه واقفين بجانب المرأب اللي كتشوف فيه الفيضانات بواحد الشكل فظيع، اللي هي جات من جراء الأنابيب ديال الصرف ديال المياه العادمة اللي كتنزل من المحل التجاري اللي هو مخبزة بيستور. هاد الأنابيب فهي توضعات بدون سند قانوني وبدون الاتفاق مع السنديك. ثانيا لما طرقنا جميع الأبواب بما فيها الجماعة ديال القنيطرة وعمالة القنيطرة ومؤسسة الوسيط المغربية ووزارة الداخلية، أخيرا كان توصلنا بواحد القرار اللي هو هذا القرار المفاد ديالو هو الإغلاق الفوري الاستعجالي للمحل، إلى حين أن المعني بالأمر أي المخالف يمتثل لجميع التوصيات اللي جات عن طريق اللجنة. كما أذكر بأن الجماعة مشكورة على أنها من بعد ما خرجت اللجنة الأولى واللجنة الثانية وتم إرسال جوج ديال الإنذارات لم يمتثل لهذه الرسائل المنبثقة عن الجماعة. الآن صاحب المخبزة يعمل بأريحية وبطمأنينة ونحن نعاني من جراء الروائح الكريهة في المرأب. في 18/4/2022 توصلنا بقرار إغلاق لم ينفذ إلى يومنا هذا، ونحن نتكلم الآن لم ينفذ. هنا كنطرحوا حنا واحد السؤال، علاش ما تنفذش هذا القرار ومن هو المسؤول عن عدم تنفيذ هذا القرار؟ السلام عليكم. أمل غازي من أحد القاطنين في هذه الإقامة ديال عزيزة اللي متواجدة فوق المخبزة. حنا كيف ما شفتوا الوضع راه كارثي عندنا، والوضعية أصبحت لا تطاق. احنا عايشين في حالة ديال القلق والستريس وخايفين بزاف. كيف ما شفتوا الماء اللي كنخويو من الكراج، احنا عندنا كان مستوى المياه كان واصل تقريبا 30 سنتيمتر ديال الكراج، الساس غارق 30 سنتيمتر بوندون بلوس دو 2 موا، يعني من شهر رمضان حنا كنعانيو من هذا المشكل هذايا. هادشي ناتج كيف ما قال السيد نائب المكتب ديال اتحاد الملاك، هادشي ناتج على قنوات صرف المياه اللي داتها المخبزة بطريقة غير قانونية، جات ودارت ليزانستالاسيون ديالها وبالوقت تراكمات ديال ليدام ديال الزيت ديال الطحين الفضلات ديالهم، هادشي تفرقع. وهادي سي با لا بوميير فوا اللي كيوقع لنا هادشي، هادي ربما المرة الخامسة اللي حنا الكراج ديالنا كيغرق وحنا كنعانيو من هذا المشكل. حنا بالنسبه لينا كنا المكتب ديالنا كان دار مراسلات عديده وخرجوا قرارات، ومن بين القرارات المهمه والرسالات المهمه هي الرساله اللي توصلنا بها من عند رئيس الجماعه ديال القنيطره اللي مخرج لنا فيها مجموعه من الخروقات. عندنا 12 خروقات اللي فيها، ومن بينها هاد نذكر لكم انه كاين فيها الاستغلال الكامل للبول المخصص للتهوية، حيث عمدت على إنشاء عدد من المرافق مرحاض مخزن يتوفر فيه عدد من قنينات الغاز، إعاقة تهوية المحل بسبب إقامة الفواصل وإغلاق فتحات التهوية رغم الاستعانة بوسائل التهوية الميكانيكية، عدم وجود عدد كافي من وسائل الوقاية، استعمال الغاز بدل الكهرباء في الأفرنة، وجود مدخنة غير ملائمة ينبعث منها الهواء غير مقربة من النوافذ الخلفية للعمارة،
وعطات عاوتاني مجموعه من الامور الاستعجاليه خاصه ذات اللي كتبت فيها العمل على تثبيت الالات بالعوز المطاطيه المضاده للاهتزاز، عدم استعمال الغاز، توفير وسائل الوقاية الصحية، إخلاء البهو بصفة نهائية وفقا للمواصفات الموجودة بالتصميم المصادق عليه، إزالة محركات التهوية من خلف، التقيد بالتصاميم، التهيئة المصادق عليه فيما يخص شروط السلامة والتهوية وكذا منافذ إغاثة وعدد الآلات والأفران المستعملة لضمان سلامة المستخدمين. وحنا نزيدو نأكدو على أنه هذه القنوات ديال الصرف كلها دارت بطريقة عشوائية، ما كايناش في البلان ديالنا ديال العمارة. حنا راه كيدعيو بانهم بغاو يصلحوا، جاوا صلحوا، ما خليناهمش نصلحوا. حنا نعلموا الناس بانه هاد الناس كانوا كيديروا حلول ترقيعيه، كيجيو كيديروا الكوله في القوادس كدوز سيمانه 10 ايام هذاك الشيء كيطقطق، وعاوتاني الفيضانات المره الاولى المره الثانيه. راه خصكم تعرفوا بلي هذه ولات مهزله، حنا راه كنعيشوا كارثه طبيعيه لهنايا، راه حنا الريحه لا تطاق، راكم جيتوا شميتوا شفتوا الريحه اللي كاينه، هذا الشيء راه كيوصل لنا حتى الطابق السادس. ولادنا مرضوا، حنا مرضنا. انا نعلمكم بانه حتى ولادنا ولاو كيطجوا لينا من الدار، كيقول لك باللي ما نجلس. انا ولدي كيقول لي، انا ولدي عنده بكالوريا، كيقول لي ما نجلسش، انا ما نقراش في التواليت، دارنا ولات التواليت. دونك انا بالنسبه لي هاد المسؤولين شنو كيتسناو؟ اذا كان رئيس الجماعه مخرج هاد المجموعه من الخروقات ولا السلطات المعنيه عارفاها ومتوصله بها والمخبزه معلومه بهذا الشيء وهذا الشيء ما تنفذش، السؤال المطروح علاش هادشي ما تنفذش؟ عندنا قرار رقم 5/2022 اللي صادر من مصلحه الشرطه الاداريه، الفصل الاول يأمر السيد صاحب المخبزه العصريه بدون ذكر الاسم بالايقاف الفوري لنشاط المخبزه العصريه الكائنه باقامه ازيزه الى حين التقيد والالتزام بتنفيذ جميع توصيات اللجان السابقه وتقديم تقارير خبره بذلك. يجب على المعني بالأمر إيقاف نشاط المذكور أعلاه وذلك فور توصله بهذا القرار، وفي حالة عدم القيام بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه ومتابعته طبقا للقوانين الجاري بها العمل. يبقى هذا القرار ساري المفعول إلى حين إلغائه بقرار آخر. إلى هذا الشيء ماشي واضح عند الشعب المغربي، ما عرفش أنايا فين غنلجؤوا. إذا كانت السلطات هذا الشيء خارج من عندها من المكاتب ديالها وهذا الشيء ما كيتنفذش، بغينا توجهت لنا رسالة من عند مؤسسة الوسيط الى السيد رئيس مكتب كتقول احنا نعلمك بان راه قرار الاغلاق راه موجود وهذا الشيء خصو يتنفذ. وحنا مشكورين السيد العامل، راه قام بالواجب ديالو، اتصل بالناس المسؤولين وجاوا باش يسدوا، جات لجنه وجاوا الشرطه ولكن ما تسد شي حاجه. السيد هبط لو غيدو ديالو امواتي، لصق ورقه كتب فيها الاصلاح السنوي الاثنين ثلاثاء الافتتاح يوم الاربعاء، والسيد كيفيرني في لو موبل ديالو. وفي هاد العمليه ديال فيرنيساج كان كيخدم يعني كيخرج الحلوه ديالو والمخبزه ديالو في وسط ديك المواد الكيميائيه ويبيعها للناس باش يديها لنقطه البيع. فهمتي؟ حنا ولا عندنا اوزين لهنايا، حنا ما بقاش عندنا مخبزه، حنا عندنا السيد القائد لانه كيتواصل معنا. وحنايا تواصلنا مع السيد القائد وتواصل معنا وجاد المعاينه وقف معنا، وحنا نطلبوا من السلطات تزيد عاود توقف معنا باش هاد القرارات اللي موجوده راه خارجه من عند سلطات موجوده في المغرب تتنفذ. حنا راه ما كنطلبوش نسد المخبازه، حنا ما بغينا لهمش الضرر، ما بغيناش نقطع الازاق كيف ما الناس كتدعي، حنا بغينا هاد المخبازه تحيد لينا الضرر. ما الاصلاح الترقيعي اللي كديروا دائما عندنا ما نديروا به، حيت راه صلحوا وعاودوا صلحوا وعاودوا صلحوا. الادعاءات الكاذبه باننا حنا سادين عليهم الباب ديال الاصلاحات راه ما كايناش، هما ما كيبغوش يتواصلوا مع الناس ديال السانديك، كرافضين تحدث مع الناس ديال السانديك، باغيين الناس واحد اخرين. حنا الممثلين ديالنا هما السانديك، حنا اللي انتخبناهم واختاريناهم كلي بورت باغول ديالنا، خصهم يتواصلوا معاهم ويجلسوا معاهم في الطبله. وهاد هاد هاد 12 خروقات اللي موجوده عندنا خصها تحيد بحذافيرها، واول حاجه القوادس اللي كاينين بطريقه عشوائيه تحيدوا. ما يجي يقول لك انا بغيت نصلح وما خليتونيش، ما كايناش هذه. هو حنا درنا دفعنا دعوه في القضاء، في القضاء الاستعجالي، ونتمنى ان شاء الله العداله تاخذ لنا حقنا، اون اتوندو السلطات الاداريه تاخذ لنا حقنا. وشنو نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. انا المسؤولين خصهم يتحركوا، اللي عنده مسؤوليه في هذا الشيء، اللي كتب في هاد الوراق هادوما واللي خرج القرارات من المكتب ديالو يتحرك يجي يفهمنا علاش ما بغاوش يسدوا. انا كنعرف ملي كيكون مخالفات كتسد، وسمعنا شحال من محلات مهنيه تسدوا ليهم، علاش هادو ما تسدوش؟ شنو هو المعنى؟ شنو هو الهدف؟ علاش؟ شنو كاين؟ واش حنايا 13 اسره ماشي معنيه بهذا الضرر؟
واش كيتسناو تتريب العينه لينا العماره؟ راه ولينا مهددين، راه كلنا مرض، النفسيه ديالنا مرضت. شنو باغيين تخرج لينا شي؟ كنا كناخذوا الاحتياطات الاحترازيه ديال كورونا وما عرف شنو انايا، هذا راه كفت من كورونا هذايا. شنو بقى لهذا الشيء؟ راه الحي كله كيعاني من الخنز، اي واحد اي مار كيدوز من هنا كيعاني من ريحه الخنز. شكي اكثر من هذا الشيء، نطلب من المسؤولين يجي ويجلس معنا، واي واحد اللي كيقول باللي حنا راه متعدين على هذه المخبزه يجي يدخل للكراج ديالنا ويشوف. ناهيك على انه حنايا طوموبيلاتنا شهرين ما مدخليناش الكراج، انا شاريه ملك اللي عندي فيه التيتخ ديال الكراج، وطوموبيلتي على برا خلصت عليها باركينغ الصباح وخلصت عليها باركينغ بالليل. دونك شنو هو الفائده ديالي هذا الربح؟ انا نمشي ناخذ كريدي ومع الاخر نتشنق ومع الاخر عايشه في الميزيريه. نو سوي ديزولي، انا هاد السلطات المعنيين بالامر يشوفوا يتواصلوا معنا. ما كاين حتى شي واحد جا تواصل معنا يقول لك حنا راح ندير لكم ليجان، وليجان من شهر 4 ما دارتش ليجان. هادشي اللي مطلوب، ونتمنى من المسؤولين ما ياخذونيش على هاد العصبيه اللي راني فيها، لانه انا وضعيتي النفسيه ولات يوتا لها، وضعيه ديال وليداتي يوتا لها، الساكنه كلهم كلشي عيا، كلشي النفسيه ديالنا عيات. وشكرا.